ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، وبعد ما لاحظنا وشاهدنا فعالية الأسبوع التصوير 18 شيء بشيء يذكر، أيضا عندنا حديث مع مصور ضوئي وخاصة في تجربته في الحياة الفطرية العمانية. قبل ما رحب بضيفي أحيي أصدقائه وزملائه اللي راسلوه قبل ما يطلع على الهواء وقالوا له ترى عبد الله ما قال اسمك عبد الحميد، قال عبد المجيد. والله يعجبون الجمهور المتابعين بشكل حثيث، ولكن حاضرين من عيون الثنتين، يمكن من حماسي قلت عبد المجيد. ضيفنا هو عبد الحميد بن خميس الشبيبي، مصور ضوئي. احنا سعيد كثير يا عبد الحميد، تحياتي لك شخصيا ولزملائك واصدقائك، لهم المعزه والمحبه والتقدير والاحترام. بالفعل انا شيء هذا ترى يسعدني جد، هذا دليل ان متابعين احنا من خلال برنامجنا. عبد الحميد، قبل ما أدخل في مجال التصوير ودخولك إلى عالم التصوير، في البدايات دائما المصور تلقى يبحث عن شخصيته. صحيح. تلقى تصوير اللاندسكيب، يصور بعدين بورتري، يصور بعدين حتى يوصل إلى الشيء اللي لامسه. هل مريت بهالمراحل ولا على طول دخلت في الحياة الفطرية؟ في بدايتي أنا يعني بديت أول شيء بسم الله أشكركم على الإضافة. واجب الله يخليك. بدايتي في التصوير كان ولد خالي وهو مصور معروف يعني سيف الهناي. نعم. نقدم له تحية. نقدم له تحية، ومصور ما شاء الله عليه يعني. فأنا اشتريت كاميرا وتواصلت معه، قلت أنا اشتريت كاميرا كذا وما قصر، بدي يعلمني حاجة حاجة كذا. وأنا فتحت صفحة الإنستغرام وأنا يعني ضفت متابعين وشاهدهم، تصادفت مع حساب الأخ هيثم الشنفري. أي نعم. مهتم بتصوير الحياة الفطرية. صحيح. فسألت إيش يعني العدسات تستخدم التصوير الحياة الفطرية، محتاج عدسات خاصة يعني. صحيح. زوم وكذا يعني. فسألت إيش العدسات، فأذكر كان بدايتي كانت العدسة اللي هي سيجما 150-500. أول ما خبرنا عنها تقريبا بعد أسبوعين وصلنا على طول شارنا. نعم. أنا قبل يعني أحب تصوير الطيور يعني، بس كنت أصورهم بالهاتف أربين يعني. فوالله اشتريت العدسة وبديت أصور. خلاص تركت كل شيء على الصوب، ركز على طول. ما يعني أحيانا يعني أصور طبيعة، أصور بورتري كذا، لكن أكثر شيء متركز عليها في الحياة الفطرية. زي الحياة الفطرية ركزت على نوع هو فقط الطيور ولا كل الكائنات يعني؟ والله أي شيء بساط في عمل الحياة الفطرية، لكن تعرف أن أكثر شيء متوفر نحصل الطيور في موسم هجرة وموسم متواجد موسم تكاثف. نعم. على كذا. فالمهم بديت مشوار في تصوير الحياة الفطرية. فكانت صوري ما هي بصور جودة عالية. فأثناء نزل صوري في صفحة الإنستغرام حقي. نعم. الأخ العزيز فيصل نومس من الكويت جزاه الله خير، وقف معي وقفة يعني. نعم. علمني كيف أصور، علمني كيف أعدل وكذا، ولين يوم هذا يعني هو واقف معي يعني جزاه الله خير. وهذا التواصل يعني إن كان من خلال مصورين من داخل السلطنة أو من خارج السلطنة. صحيح. بس يمكن أحيي هيثم الشنفري كذلك، قدم له تحية من خلال برنامجنا، اللي هم من شباب ما شاء الله متميزين في هذا. صحيح. المجال. هذه الصورة الحين اللي ظاهرة على الشاشة، وين ومتى وكيف؟ والله هذا تقريبا قبل شهر بالضبط تقريبا كذاك. كنت طالع الصباح اجازه، قلت بمر بين الوديان وكذا وحصلت هذا الطير، هو اسمه التمير اللامع هذا. اي نعم. اي نعم. قمت اخذ له صوره. حلو. وكذا كم صوره يعني، الطير الواحد ناخذ معه صور كثيره في النهايه. من كل الصور صور واحدة عاد تحصل. نعم. على حسب تكوين مناسب والزاوية المناسبة. ممتاز. الجانب التحضير اللي تصوير أي مشهد زي ما نلاحظ الحين من خلال. صحيح. الشاشة، تمويه الفترة وطولة. لازم. البال و... صحيح. قول لي شوي. والله تصوير الطيور صعب بالنسبة يعني، عكس انك تصور بورتريه شخص قدامك على كيفك كذا. من ناحية ان الطير يخاف، من ناحية ان قد تكون طيور جارحة تهاجم، انت تعرضت للمرة واحدة يعني لهجوم طير. العقاب على البادي هنا. نعم. هذا تقريبا قبل اسبوعين ونص تقريبا. فكنا رايحين انا واصحابي خميس الفاخري وش اسمه ماجد. نعم. كنا طالعين نصور وبديت نقترب من الطير. نعم. وشوي والطير هجم علي. نعم. يعني ما قصر جزاهم الله خير اصحابي. نعم. يعني ساعدوني ابعدوا الطير عني، لكن استغل الفرصه انه بحكم ان العده اللي عندي ادوات تصوير اقوى. نعم. خذوا ادواته وقاموا يصورون وتركوني انا اتكلم يعني. زين، وثقوا الحدث يعني. وثقوا الحدث. اهم شيء وثق الحدث يعني. حلو. بعدين تواصلت مع مال بيئه، مع الاخ وحيد. لا راشد بطحري استغفر الله من صلاله. قلت له انا حاليا مسكنا عقاب كذا كذا هجم علي ومسكناه. فايش اللي قرر نسويه؟ لان هذا ملك حكومي. صحيح. يعني صحيح. بيئه وكذا. وهو شغال في البيئه. فقال لي بعطيك رقم واحد تواصل معاه من مركز الاكثار في بركه، بحكم انه اقرب مني، اقرب مكان.
والله تواصلت معاه قلت له عندنا عقاب وكذا ماسكين احنا وما ادري كيف هل في اقرا قانوني حاجه كذا. قال لا تخاف دام انه موجود معاك يعني تواصلت معي بس تجيبه وسلم معانا في المركز الاكثر وسلمنا الحمد لله وصلت معهم ولليوم بعد يعني سلامتك الله يسلمك ان شاء الله. زين هل نقدر نقول في طيور اللي تعرف احنا على مستوى السلطنه في مواسم الصيف الشتاء في طيور مهاجره موسم طيور مهاجره في طيور نقدر نقول حسيت ان الله هذا بالنسبه لك انت طير بخلاف مستوى ان الاحترافيه في عمليه التصوير لا حسيت ان احيانا كنت توثيق للطير يعني صحيح هذا اللي نقصده يعني فمره واحده صادف طير لاول مره صادفه يعني طير مهاجر قليل تحس بعمان طائر الحنكور يعني حتى اول ما صورته ما كانت صور بذك الجمال يعني بس سالت اصحابي يعني هذا وش الطير انا اول مره صادف هالطير كذا قال هذا الطير طائر اسمه طائر الحنكور وهذا طير مهاجر يعني ما شبه نادر موجود عمان وهذه الطيور موجوده في السلطنه الببغاء جميع الطيور في سلطنه عمان انا اول مره اعرف ان عندنا طير ببغاء من هالنوعيه لا هذا الببغاء موجود في ملك شخص يعني منتزه النعمان اي انا لان استغربت لما شفته اي حلو ايوه منتزه النعمان هذا اللي مال حديقه الحيوانات بركة أي ممتاز نقدم له تحيه صاحب الحديقه جزاه الله خير احمد البلوشي هو ما قصر اي والله بجد من الناس اللي قدر يعمل مقر خاص فيه ولكن افتحها بعدين للعوائل الاسر للاستمتاع والتنزه صحيح انزين عمليه التصوير مثل هذه الصوره او اللي قبلها او اللي قبلها كم مره حتى تقول انا راضي عن هذا الالتقاط والله احيانا يعني يمكن من اول صوره ثاني صوره على حسب تكوين الطير وكذا مثل التكوين الحالي اللي قاعد نشوفه وساعات لقطه يعني مفاجئ يعني انت وحظك ترى مشكله الطير ما انك بتتحكم فيه صحيح تقول اصبر شوي ايوه ماشي فتنتظر ساعات يعني تنتظر فتره طويله يعني طويله عشان تصور الطير والطير يشرد فانت وحظك يعني احيانا من اول صوره احيانا كم صوره لكن احيانا لما يشرد تكون لقطه حلوه يعني مثلا ماخذ معاه طعام حاجه وكذا لقطه فيها اكشن لكن انتظارنا هذا الطويل يعني الفترات الطويله عشان نصور طير سبب لنا حرقات احيانا يعني مثل بعض الناس يظن ان نحن نروح اماكن تواجد الطيور يظن ان نحن يعني نقتنص هذا الطيور ما اعرف ايش كذا يقدموا علينا بلاغات يعني هذا هو العقاب اللي نعم هذا اللي هاجمه هو اللي صاحب الحكايه زين فيبلغون علينا على اساس ان نحن نقتنص طيور لكن احنا عكس بدل عن ندمرهن نحن يعني احنا قاعد توثقونهم انتم صحيح فيعني اللي يبلغ علينا شيء والله نراوي الكاميرا تاريخ تصوير الصوره وقت التصوير الطيور هذا يعني ما موجود عندنا اي سلاح ولا شيء يعني تعرض لحرائق كذا يعني. زين جزء انا يمكن بالنسبه لي مهم وانا لاحظت الحين من خلال الصور انك حريص ان توقيعك يكون مميز هذا توثيق بالنسبه لك شخصيا هل بس الحين ايضا في حركات قاعد تصير يعملوا لك يحذفوا التوقيع هل حرصت ان تخليه في صدر الطائر او بشكل تضليل عشان نعم إثبات لو تركز على الصور اللي مريت عليهم في توقيع يكون خفيف ممتاز بل تقولي وين مكان صاحب الصوره هو يعرف يعني مكانه بس شبه شفاف يعني نعم لان كثير الفتره الاخيره للاسف المسابقات صار هذا المصور يسحب ولا ما هو يمكن قد يكون ما مصور سحب صوره الشخص تعب عليها يعني ما تعلم كثر ايش اجتهد عليها عشان هالصوره يسحبها وينسبها لاسمه صدق فتصير كثير وقت تحصلها عبد الحميد انا سعيد كثير من اجري معك هذا الحوار وان شاء الله يكون لنا حوارات مستقبليه كذا في اعمال جديده وتنورنا دائما في برنامجنا قهوه الصباح او البرامج المتخصصه في مجال التصوير شكرا لعبد الحميد خميس الشبيبي مصور ضوئي مختص في تصوير الحياه الفطريه العمانيه اللي اعطانا كذا لمحه بسيطه عن الحياه الفطريه وخاصه من خلال الطيور ان كانت مهاجره او مستقره هنا داخل السلطنه شكرا يا احسنت جزاك الله ما قصر فاصل قصير وبعد الفاصل بيكون معنا فقره مسك الختام مع الدكتور سامي بن خالد الزجال لا تروحوا بعيد